مضعفين. محدش شغال على المحل، لكن كلنا عاشقين للكلام. ماده الكلام اسف حاجه كلنا بيأسس فيها شكرا حضرتك عايزين نروح نيجي ليه؟ القرار بتاعنا المدير النادي مدير النشاط الرياضي للنادي في احلى الظروف كمان للنادي عايزين كده؟ يا سلام اسعد واحد اروح افسح اروح مدينه ولا مدرسه ولا اسكندريه ولا بره انما في حياتي بشوف عيالي بتقول يوم يوم السفاره دي وبقيت الشغاله دي وكنت اتمنى انهم يكونوا موجودين عشان يقولوا ليش انت راضي انت محترم عليك عشان تفهمك ما دام مش عايز تفهم ده مش جنون زمان جنون زمان كان غير محترم ودي السوشيال ميديا زمان بس مسؤولين اكيد في البلد
ممكن يوافقها في الدنيا هذه، ممكن يوافقها عدد من وراء